فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا إمام مسجد أصلي الفجر بالجماعة مبكرا. نعم. أنا إمام مسجد أصلي الفجر بالجماعة مبكرا وأطيل القراءة حوالي 60 آية من المفصل. كثير من جماعة المسجد يقولون لي أن أشرع في الصلاة قبل طلوع الفجر، وأن أجعل بين الأذان والإقامة 15 دقيقة. يقول: فبماذا تنصحوننا في ذلك؟ إذا كان الأذان على الوقت على التوقيت فأنت تتأخر على قدر الحاجة، 15 دقيقة، نصف ساعة، ثلث ساعة، على حسب الحاجة، حاجة الجماعة. أما إذا كان الأذان قبل الوقت فلا تصلي عليه. يجوز الأذان الفجر قبل الوقت لإيقاظ الناس، ولكن لا يصلى عليه الفريضة حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. وأما قراءتك بالستين أو 70 إلى 100 هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن القراءة تختلف. بعض الناس يقرأ 5 آيات يتعبك إتعاب، يمطط ويكرر ويقطع. في القراءة بعض اللي يتعلمون القرآن الآن يبي يتعلمون ولا عرفوا، مثل الغراب اللي بيمشي مشية الحجلة ولا وترك مشيته ضاع بين المشيتين. فالقراءة تختلف، يعني أحد يقرأ 100 آية ولا تشعر ولا تمل من قراءته، بل ودك يطول. وهنا أحد يقرأ 5 آيات تموت من الاستماع له. فالقراءة لا بد أنك تراعي قواعد القراءة، ولا بد أنك أيضا ما تثقل على المأمومين، تقرأ قراءة متوسطة ومجودة لا بأس، لكن متوسطة. الناس يسرف بالمدود، يسرف في الغنة، يسرف في أحكام التجويد حتى يثقل على المأمومين، ولا يكمل الآية، يعجز مثل المنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يقطع الآية ويقف ثم يكررها مرة ثانية. هذا ما هذا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. خير الأمور أوساطها يا إخوان. نعم. جملوا القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم وقراءتكم، أحسنوا الأداء، شوقوا الناس إليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.